هذا الشيء كيفيد مره في 3 شهور 4 شهور الرئيس ديال الجماعه ما بقاتش عنده الرغبه باش يبدا يخوي كل خطره، قال لك اودي عنده لي شارج عنده هكا. برا فاش كيخرج لبرا كيمشيو فيه الدراري الصغار كيلعبوا فيه الدراري الصغار، الناس كي لي بيطون كيمشيو كيجيو، يعني حنا متضررين بجميع الاشكال وبالريحه وسيرتو الريحه. ديما فايد، ها هو فايد، ها هو ديما فايد، غادي مع الطريق، ها هو ديما هو عمره ما 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 كانت الطريق ناشفه، ديما عمره بالماء ديال الواد. شتي تقريبا 4 ايام 5 ايام كيفيض، راه الا شفتو دابا راه وصل للبلافون ديالو. راه المشكل ديال هذا الماء هذا نيت اللي دايرين هنايا، راه كيتسرب البير، حنا كنشربوه ذاك الماء ديال الواد الحار هو اللي كنشربوه، كيتسرب البير حنا كنشربوه ذاك الماء ديال الواد الحار هو اللي كنشربوه، عندي هنا ما عندناش شي حاله باش غنبدلوها. السلام عليكم، معكم جمال من ساكنه الدول العرب، يعني اقليم الشوكة ايت عميره. غنحكي لكم اليوم المعاناه ديالنا مع هذا الواد الحار ومع هاد الناس ديال الجماعه اللي عندنا مشاكل معهم على هذا الواد الحار، على اساس الدار باش يتحول لبلاصه اخرى هو ما تحولش، وهذا الواد الحار راه كيادينا بشكل او بشكل اخر، كيادينا لا في الدراري ديالنا اللي كيدوزوا للمدرسه كوساس والناس اللي كيقراوا والناس اللي خدامين، وهذا الشيء كيفيض مره في 3 شهور 4 شهور. الرئيس ديال الجماعه ما بقاتش عنده الرغبه باش يبدا يخوي كل خطره، قال لك اودي عنده لي شارج عنده هكا. حنا هاد الشيء راه مضيق بينا، ورغم ذلك راه تشكينا للعماله وجا مجلس العماله وجاو الناس ديال الخميس، جاو الناس كاع حضروا هنا، ولا حتى شي ساكن ما كيتحرك حتى شي حاجه، يعني الوضعيه فاش كاينين هي فاش كاينين، والله المستعان. وكنتمنى الله تبارك وتعالى يخف عنا هاد الشيء ويهز عنا هاد الشيء، والاضرار ديال الشيء هما الميكروبات وهذا الماء، حيت الواد الحار كيخرج لهنا وكيتجمع هنا بحال البوند غاسومبلوم، وكيتجمع هنا كيخرج لينا لبرا. فاش كيخرج لبرا كيمشيو فيه الدراري الصغار كيلعبوا فيه الدراري الصغار، الناس لي بيطون كيمشيو كيجيو، يعني حنا متضررين بجميع الاشكال وبالريحه وسيرتو الريحه. دابا هاد الشيء راه كتشوف قدامك الساكنه، يعني ما بيناتهم حتى شي 40 متر ولا 50 متر على الساكنه، لهذا حنا راه مضرورين واحد الضرر كبير بزاف، مضرورين واحد الضرر كبير بزاف. وكنتمنوا من الناس المسؤولين يجيو يشوفوا علينا هذا الحل، سوا يسدوه سوا يديروا ليه شي حل، ولا يردونا غير المسامر عاديين كما كنا خدامين تراديسيونيل قديم. يوميا هذا الشيء تقريبا 4 ايام 5 ايام كيفيض، راه الا شفتوا دابا راه وصل للبلافون ديالو 3 شهور شهرين ونص، وداير واحد الكاميو كتخوي، ورغم ذلك هذاك الكاميو ما كتستجبش زعما باش يتخواو ديما ويتحيد. دونك هذا الشيء اللي عطل هو هذا المطلب ديالنا، كنتمناو من هاد الناس يحيدوا علينا هذا الشيء، يعطيو اللونيب ولا يعطيو الرامسه ولا يديروا الواد الحار ولا يشوفوا شي حاجه باش يحيدوا لنا غير شي غير امه، يتحيد مو الساكنه، يتحيد مو الساكنه ويمشي لشي بلاصه اخرى، وهما اللي عجبهم يديروا به ديك الساعه. غير ما احنا دابا مضرورين دابا وسط الناس في اي تعميره اللي هي اكبر 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 يعني كثافه سكانيه، اللي معروفه بالخدمه ومعروفه بالفيرمات ومعروفه بالانتاج الفلاحي ومعروفه بواحد العدد ديال المنتوجات كنخرجوا من هنا، عيب وعار يكون واحد الدوار منها اللي كينتج وكنعطيو للناس واحد الصوره للناس ديال برا، عيب وعار يكون عندنا هذه المؤسسه هنا. هذه المؤسسه هنا راه مؤسسه، هذه والله الا مؤسسه. ما عندنا طريق، ما عندنا واد، الحاله ديالنا مهمشه. ساكنه ديال دوار العرب، احنا مهمشين، ما عندنا طريق، ما عندنا واد، ما عندنا حتى حاجه. المهم حنا عايشين واحد الحاله لا يرتاليها، دار رانا ومهلوكين كاع، ما عندناش طريق كاع، اولا ما عندناش الواد، ها حنا ذاك الريحه ديال الواد عايشين فيها ديما عايشين في الخنز، ازبال. المهم حنا مهمشين، ما حاسينش بنا، هاد الناس ديال
المسؤولين ما حاسينش بينا كاع حنا واش كاينين بعدا ولا ما كاينينش. هاد الريحه وهاد الماء واش كيطلع عليه ضرر على الدراري؟ الدراري الصغار الناموس راه المشكل ديال هاد الماء هذا نيت اللي دايرين هنايا راه كيتسرب للبير. حنا كنشربوا ذاك الماء ديال الواد الحار هو اللي كنشربوه. انت حنا ما عندناش شي حاله باش غنبدلوها. يوميا كنشموا هاد الريحه راه هلكانه. حنا راه كاين جينا من بلاصه اللي نقيه وسكننا هنايا ولات فينا الحساسيه. ولاو ولادنا مرضين بالحساسيه، كلشي مريض بالحساسيه. ما لقيناش على من غنشكيو. المطلب ديالنا هو يتحيد علينا هاد الخنز هذا. المطلب ديالنا اللي كنطلبوا من السلطه للمسؤولين باش يحيدوا علينا هاد الريحه هذه وهاد الواد هذا. هو الضروره ديالنا هي اللي هلكنا. هاد الواد هو اللي هلكنا وما خلاش لنا لا تنفس لا والو. كيفيض مره. نعم كيفيض مره ديما فايض. ها هو ديما فايض غادي مع الطريق. ها هو ديما هو عمره ما كانت هاد الطريق ناشفه، ديما عامره بالماء ديال الواد. ولكن ما كاينش اللي المسؤولين ما سميتو. حنا السيد العامل اللي كنطلبوه باش يجي يشوف لنا هاد الحل هذا. السيد العامل اللي كنطلبوه حنا باش يجي يشوف لنا هاد الحاله هذه. اما الرئيس المجلس القروي راه ما في يدو والو، فين غيلعبوا؟ ما عندهمش مرافق اللي غيلعبوا فيها. ما كاينش راضي، ما كاين حتى حاجه فين غيلعبوا. راه الدري ضروري يخرج للشارع كيلقى فيه الخنز كيلعب فيه. كلشي دراهم مرادين، كلشي حتى واحد، حتى الكبار صحاح الكبار اللي براسهم مرادين، ما كاين حتى واحد اللي ما عندنا سميتو الطريق ما كايناش. كيما تحركتي ما عندك فين تحرك. هاد الناس هادو ناسيين لهنا. عيانا ما نعوزو، عيانا ما نهضرو، حتى واحد ما بدا بينا ولا تسيقنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.